عارفين اغنيه البنات البنات اجمل المخلوقات؟ اهو انا ببقى سعيده جدا لما يكون الاستوديو كده عمران ببنات مصر الحلوين المتعلمات اللي عندهم دايما حلم ومشروع. مشروع تخرج لتسع طلاب في اعلام جامعه مصر الدوليه. المشروع اسمه رحله التعافي، يعني انا عاجبني حتى عنوان المشروع، بيتناول طرق تخطي الصدمات النفسيه. ازاي نقدر نتخطى الصدمات النفسيه؟ احنا بتهيألي كلنا محتاجين المشروع ده نعرف حكايته ايه، لانه الواحد ساعات بيتعرض لحاجات كتيره. وانا سعيده جدا انه الطالبات او الطلاب بتوع المشروع التسعه معظمهم بنات، في طالب واحد بس، ثمان بنات وطالب، انا معايا اربعه منهم جميلات وهعرف منهم عن قرب المشروع ده اخباره ايه، لان ده مشروع تخرج. خليني ارحب بيهم، برحب بيارا، يارا أكثم وروزان تامر، أهلا بيكم، وبرحب بمريم خالد وكمان بجنة جهاد، أهلا بيكم. أهلا بحضرتك، منورين. ده بنورك، ميرسي. مين المتحدث اللي يحب يبدأ الكلام ويتحدث عن الموضوع؟ مين فيكم؟ مين؟ أختار أنا؟ يلا روزان. أوكي، هو احنا المشروع ده مشروع تخرجنا بيتكلم عن رحلة التعافي من الصدمات النفسية، وان كل انسان فينا بيمر على الاقل بصدمة نفسية واحدة في حياته. عملنا سيرفي. صدمة واحدة بس؟ كتير. بس عشان احنا لسه سننا صغير شوية، فممكن طبعا تبقى صدمة او اتنين مثلا. الصدمات يعني متقسمة لانواع كتير قوي، في صدمات مثلا مهنية، صدمات عاطفية، حاجات كتير قوي. الصدمة معناها يعني ان احنا بنمر بأذى نفسي مش بنبقى مجهزينه او مرتبين ان هو ممكن يحصل، فبنمر يعني بأزمات كتير. واحنا بقى قلنا ان احنا هدفنا ان شاء الله ان احنا نحاول نعالج الناس دي كلها بطرق يعني. طيب مريم، قولي لي يا مريم، المشروع انتوا تسعة، يعني ثمان بنات وطالب واحد، يعني مسكين الطالب ده، بتقسموا العمل ما بينكم ازاي؟ هو احنا في الاول كنا بنقسمها ان احنا اصلا ان احنا نختار فكره دي اصلا يعني احنا ان احنا نختار فكره ده خد وقت كتير قوي، عشان قبل ما بنختار فكره وناخد عليها الابروفل احنا محتاجين نعمل ريسيرش الاول فاحنا لما جينا قعدنا احنا التسعه عشان نختار توبيك اصلا، قعدنا شفنا ايه الحاجه اللي بتجمع بينا احنا التسعه، لقينا ان كل واحد فينا مر بحاجه في حياته لسه مأثره فيه لحد دلوقتي. فقررنا قلنا ليه لا، هو ده اللي يبقى المشروع بتاعنا. فطرحنا الفكره على دكتور حليمه ابو سيف، قال لنا ماشي تمام وجربوا كده، وبعدين ابتدينا نشوف بقى ريسيرش اكتر، واكتشفنا اكتشفنا ان اكتر من 70% من المصريين بيمروا بصدمات وهم اصلا مش عارفين معنى الصدمات دي. فمن هنا بقى ابتدينا ان احنا نعمل المشروع، تعملوا الدراسه دي. كل واحد بقى خد حاجه يعني يفهم فيها اكتر، يعني انا مثلا خدت ايه مفهوم الصدمه، روزان خدت طب ايه العناصر اللي نتكلم عنها، طب ايه اللي نفيد الشعب بيه اكتر، وابتدينا بقى نقسم الريسيرش بتاعنا. طب يارا، قولي لي يا يارا، هل مثلا لجأتوا بقى لحد مثلا استاذ علم اجتماع، حد مثلا طب نفسي؟ كنا رجعنا الناس وبنعمل انترفيوز مع ناس، وكان ريسيرش كذا حاجه عملناها، وكمان كان بيبقى في لينا سيرفي عملناه وده كنا بنوزعه على الناس. عملتوا استبيان؟ والسيرفي ده في الاخر طلعنا منه اعداد ان هي معظم الناس كانت برسنتج، اللي هو لما لقينا ان 70% منهم عندهم تروما بس عندهم. طب ما نتكلم عربي، ايه رايكم؟ برضه ايه الناس كلها تفهم. طيب يعني لما عملتوا بقى الحاجات دي والنسب دي، انتوا نفسكم اتخضيتوا ولا حسيتوا يعني الاول كنتوا قلقانين يا ترى هنلاقي العناصر دي، ولا لقيتوها كتير زياده عن اللزوم؟ يعني طمنوني، لقيتوا في البحث هي الفكره ان ممكن الناس ما تكونش يعني عارفه ان هي تبينها قوي، بس احنا هدفنا منها ان هي احنا عايزين الناس تبقى اول فكره ليها، والمهم ان هو يعرفوا الموضوع ده. يعني يعرفوا ان هم عندهم وياكدوا ان هم عندهم. الناس تتكلم وتقول، احنا الناس ما بتتكلمش. ايوه بس فدي كانت اهم حاجه. طيب انتوا التسعه بقى يا جنه، لما بتقعدوا يعني بترجعوا بقى تشوفوا جمعتوا ايه، ايه اللي حصل، لا ده قليل، لا ده زياده، يعني في حاجات مثلا شلتوها، حاجات اضفتوها؟ اكيد، احنا كنا اصلا كل حد بيبقى نقسم ليه بارت معين بيتكلم فيه او بيدور فيه، وكلنا بنرجع لبعض بالايدياز او بالافكار اللي طلعنا بيها. مثلا اللي عنده لقى مثلا برسنتج معينه او نسبه معينه ممكن نستعملها بيمشي بيها، اللي لقى ممكن سايكولوجيست او طبيب نفسي ممكن نرجع له، متخصص في المجال ده في الصدمات النفسيه بالذات ممكن نكلمه، اي مثلا سنتر، في سنترز برضو متخصصه للعلاج، مراكز بنرجع لها برضو.
دي كلها بتبقى يعني طرق او مثلا ريسيرشز او ابحاث معينه ممكن نستفيد بيها. يعني كلنا بنتحاور مع بعض وبنطلع في الاخر بنتيجه مرضيه لنا كلنا. روزان هل ناقشتوا بداتوا تناقشوا في الجامعه ولا لسه؟ يعني عملنا ميدترم برزنتيشن كان تقريبا من شهر وطبعا الدكتورز كانوا بيعدلوا علينا حاجات. انطباع بقى الاساتذه كان ايه؟ قالوا لكم ايه؟ كانوا مبسوطين جدا ومرحبين جدا بالفكره لان ما فيش ناس كتير خالص بتتكلم عن الصدمات النفسيه. يعني معظم الناس دلوقتي بيتكلموا عن مثلا الامراض الجسديه الحاجات دي، لكن الصدمات النفسيه قليل قوي ان بيتكلموا عنها. ايه الحلول اللي قدمتوها او ايه الحلول اللي فعلا ممكن الناس لو قروا البحث بتاعكم يستفيدوا منه؟ لان انا ببقى مؤمنه جدا ان مشاريع التخرج دي مهمه، احنا بنتعب فيها بجد والطلبه بيبذلوا فيها. انا فاكره قوي مشروع التخرج بتاعي تعبت فيه بجد وباخلاص شديد يعني. يعني ايه هي الهدف من الحمله بتاعتنا؟ مش بس ان هي تقدم حلول، بس ان احنا نوعي الناس اكتر بان هم مش هم بس اللي بيمروا بحاجه زي كده، لان احنا عندنا حته في مصر كده ان احنا كل واحد بيكتم جواه وما بيطلعش الحاجه دي بره، بالذات الحاجه النفسيه بيخاف، بحس انه عيب يقول او يتكلم، ما ينفعش يتكلم في حاجه زي كده. فده كان هدفنا اصلا الاول والاساسي، ان الناس تبتدي تعرف يا جماعه لا هو مش انتوا لوحدكم، هو في حاجات كتير. بس برضو خلينا متفقين ان مش كلنا هنقدر نسيطر على الصدمات في حياتنا، يعني ما حدش يقدر يسيطر عليها، بس في زي اساليب وقايه احنا اتكلمنا فيها. هي طبعا في مصادر داخليه وخارجيه. الخارجيه طبعا اللي هو حد يستعين بطبيب نفساني، ده كده كده. والداخليه ان الناس تبدا تبعد عن حاجات هي عارفه ان هي هتجيب لها مشاكل او هتجيب لها اللي هو زي اللي هو سد الباب يجي لك تستريح منه يعني ما تفتحش نفسك قدامه. طيب انا عايزه اعرف يعني يارا قولي لي مثلا هل رصدتم حالات بعينها يعني ولا ده ما كانش موجود في البحث؟ هو ما كانش فيه قوي غير اللي احنا لما جينا بصينا شويه ودورنا كان في عملنا فيديوهات مع يعني ناس. خليني اقول الصدمات النفسيه اللي لقيتوها معظمها ايه؟ اسره، قصه حب، مشاكل شغل، ايه؟ هي معظمها بتبقى حاجات ليها علاقه بالاسره، ان ممكن حد يبقى حاسس ان هو مضطهد شويه ما بين اخواته، حد يحس ان هو يعني خسر حد عزيز عليه كده يعني. فهي كانت معظمها قريبه لحاجات اسريه اكتر. طيب هل رصدتوا بقى هنا انه دور للاسره مثلا لازم تعمله؟ احنا كنا ابتدينا ان احنا لما لقينا ان اعلى برسنتج فعلا او نسبه بتحصل للصدمات النفسيه بتكون في الطفوله، لان هم بيبقى الاهل يعني اساسا مصدر الامان ومصدر الثقه بالنسبه للطفل، فلما ده بيتكسر بشكل او باخر ده بيأثر في الطفل على المدى البعيد، بيبقى يعني شويه اصعب من الصدمات النفسيه اللي بتحصل على الكبر. فاحنا حاولنا مثلا ان احنا نتواصل لو حمله دي بعد ما تخلص ان احنا نوصلها للمدارس، بحيث مثلا لو في مدرسين شافوا على الطفل اي اعراض من اعراض نفسيه او جسديه اللي بيمر بيها اللي بيتعرض لتروما او صدمه نفسيه يقدروا يعالجوها عشان يلحقوها بدري. يعني نفسكم انه مشروع التخرج ده يعني ياخد يعني ياخد حيز اكتر، يروح مثلا وزاره التضامن؟ ليه لا؟ يعني عندهم حاجات كتير بيعملوها. احنا نستنى ان هو هيفرق جدا في المجتمع، لان احنا شايفين ان احنا لو كل حد تصالح مع نفسه ده هيفرق جدا مع كل بني ادم في علاقاته وعلاقته مع نفسه، انتاجيته حتى كشخص طبعًا في المجتمع. طب انتم كشباب اربع بنات زي القمر قاعدين مستقبل قدامكم، واكيد في شباب زيكم كمان بيبقوا موجودين، رصدتم بقى يعني شايفين انه في انه مهم قوي انه الابحاث دي بالذات للشباب عشان ما تعملهمش عرقله في طريق بقى مشوارهم يعني؟ او انتم نفسكم حسيتوا انه انتم بتعملوا انتم كمان كان عندكم صدمات والبحث ساعدكم؟ طب قولوا لي بصراحه. يعني احنا لما جينا نستنتج من السيرفيز والاستبيانات اللي احنا عملناها لقينا ان حوالي 85% من الناس عندهم تروما او صدمه نفسيه، والباقيين بيبقوا عارفوا ايه هي الصدمه وبيحاولوا ان هم يعالجوها. طب انتوا نفسكم حسيتوا كل واحد فيكم وهو بيعمل البحث ده انا كان عندي نفس الموضوع ده وعديته؟ هو اصلا ده اللي خلانا نختار التوبيك ده، عشان احنا لما جينا كل واحد فيكم عنده حاجه اتكلمنا بصراحه مع بعض، لقينا ان دي حاجه بتربط بينا احنا التسعه ومش كلنا اصحاب، فاللي هو طب ليه يا جماعه؟ طب ما ده اكيد. طب حصل لكم رحله تعافي؟ بنحاول يعني نسيبوا البحث عمل لكم استفدنا كتير اكيد منه. استفدنا بجد. استفدنا كتير. قولي لي بصراحه مين منكم انتوا التسعه حس انه بجد لا فرقت معايا انه بقى عندي ثقه وعندي انا فرق معايا جدا. انت فرق معايا وانا الموضوع فرق معايا انت كمان. يعني هو احنا حتى حاسه ان هي احنا لما عملنا الكامبين دي حاجه او يعني كانت حلوه في حاجه ان احنا هنحاول نعرف الناس بدري بدل ما يفضل سايب نفسه لحد
لحد بعيد يعني. أوه. هتبقى سهله ان هو خلاص انا في السن اللي احنا فيه دلوقتي هقدر الحق نفسي بدل ما اسيب نفسي لحد الاخر. الصدمه النفسيه لما بتبقى عند الانسان بتكبر علشان الاهل بيبقوا بعاد ولا علشان هو كاتم ولا علشان ما بيبقاش عنده اصحاب صالحين؟ كلهم، كل دي اسباب بتاثر على التروما في الاول وفي الاخر. لان انا لو حصل لي اي صدمه نفسيه، فكره ان انا بفضل شايله حمل عليا، هو في الاول وفي الاخر اسمه ايموشنال بيردن او حمل عاطفي. أوه. بفضل شايلاه معايا وبيأثر عليا في كل الرياكشنز او ردود افعالي او مشاعري وطريقه تفكيري. ففكره ان انا ماليش مخرج، سواء بقى الاهل مش قادره الجا لهم، ماليش صحاب الجا لهم، مش لاقيه، فبفضل اكتم جوايا. ده بيتقلني وبيخليني حاسس ان الدنيا كلها وحشه، مش عارف اعمل حاجه. أوه. مش هقدر احقق اي حاجه. بالظبط، افتحوا الستاير شويه. بيفضل فيا جوايا صراع داخلي انا مش عارفه اطلع براه. مريم، محدش في البيت بقى سالكوا بتعملي ايه بقى؟ فقلت لهم والله بنعمل كذا، يعني حد بقى من الاهالي تدخل سال؟ انا اصلا قبل ما نعمل الحاجات دي احنا كنا عندنا فكره ان احنا بدل ما نشرح ونخش نقول دي صدمه، مش كان عندنا فكره ان احنا نبتدي البرزنتيشن بتاعتنا بفيديوهات احنا مجمعينها من اصحابنا وعائلتنا. بكل واحد بيحكي ايه هي الصدمه اللي في حياته او ايه هي الحاجه اللي مؤثره فيه لحد دلوقتي. فده فرق معانا كتير. يعني انا رحت قلت لمامتي ممكن بعد اذنك تقولي لي ايه اكتر حاجه اثرت فيكي. لمامتك نفسها. فابتدت بقى كل حد، تعالي يا بنتي ده الاهالي عندهم جلاوي والله. قالت لي اعمل ايه ولا ايه؟ فاللي هو يعني ابتدى كل واحد بقى يطلع اللي جواه. يعني رحتوا كمان للاهالي. انتوا لو رحتوا للاهالي هتلاقوا حاجات كتير. ايه اكتر الحاجات اللي الاهالي قالوها او انتوا كده يعني حطيتكم ايدكم على المجتمع، ايه اكتر الحاجات؟ مثلا كان في ام طلعت معانا في فيديو بتقول ان هي كانت متوقعه من ولادها ان هم مثلا معاملتهم تبقى احسن او حاجه كده، بس مصدومه في ولادها، مصدومه فيهم لان هي ما كانتش متوقعه ان ممكن ردود الافعال دي تطلع منهم هم. فكانت دي صدمه كبيره جدا. يعني صحيح الام بتاخد يعني بتزعل قوي لما تربي جامد وبعدين تلاقي التربيه يعني فيها متوقعة حاجة وما لقيتهاش، فازاي ده حصل؟ فدي حصلت. ايه تاني يا يارا حصل برضو؟ ناس قالت ايه؟ كانت في ناس بتقول ان هي اكتر الوقت كانت بتبقى لو متعلقه بناس من العيله عندها كتير قوي، لو جم لا قدر الله حصل حاجه او وفاه او حادثه او كده، دي طبعا بتفضل مأثره فيهم طبعاً. جدا تاخد وقت. دي بالذات بتبقى محتاجه علاج، يعني بتبقى محتاجه ان الواحد يحاول ان هو يتخطى الموضوع، بس طبعا بتبقى صعبه. طبعا محتاجه علاج. ايه تاني كمان يا جنة؟ في نسبه كتيره قوي من الناس شفناها كانت اكتر حاجه مؤثره فيها الانتقاد الدائم مثلا من الاهل او لو تعرضوا للتنمر. انا اول واحده بنتي بتشتكي مني يا مامي بطلي. ما بلاش تقولي كذا. فعلا هو موضوع الانتقاد الدائم ده بتنتقل من جيل لجيل. يعني لو انا مثلا اتربيت ان اهلي دايما بينتقدوني، هبقى انا دي الطريقه اللي بكلم نفسي بيها. بس انا هنا عايزه ادافع عن الاهالي، لانه احنا ما بننتقدش. احنا بيبقى قلبنا عليكم اللي هو طب بس خدي بالك يعني، بس هما ما بتتحملوش قوي يعني اي كلمه تبقى انتقاد. مش بنبقى متقبلين قوي الانتقادات. يعني عايزين كده ما حدش يقول حاجه، صح ولا لا؟ ايوه. عشان بتبقى الفكره ان احنا شايفين ان هو بقى دي اجيال مختلفه، احنا حقنا نعمل كذا، احنا نعمل، فبنبقى شايفين. كنا بننطق يا يارا. يعني كنا العين تبص الدموع تنزل، ما بس كده. ده احنا يعني شركاء معاكم جدا يعني. ايوه. ممكن الطريقه برضو، ممكن الطريقه هي بتفرق. لو فدي لقيتوها؟ دي لقيناها كتير. الانتقاد ده كان كتير موجود. مش من الاهل برضو بس، يعني من الصحاب. يعني في كذا حد قال لنا صحابي هم اللي مأثرين فيا نفسيا جدا. فمش بس بقى بس انتقادات اهلي يعني. ايوه الصحاب بيأثروا كمان كتير. بيأثروا جدا كمان. اكتر المشاكل في سنكم اللي قابلتوها بقى في رحله التعافي عاطفيه؟ صدمات العاطفية كتيرة جدا. الحب سوق. لان هما بيبقوا متوقعين حاجة معينة من شخص وبيجي لهم حالة من الخذلان، فدي بالنسبة لهم صدمة. يعني انا متوقعة ان هيبقى احسن حد وفجأة بلاقي عكس كده تماما، فدي صدمة. فاحنا بنحاولهم بقى ان هما يتخطوها وان هما ازاي يشوفوا المستقبل احسن. ما يبقاش أحسن. مجرد بحث، يبقى حاجة حقيقية. طبعا. يارا تتمني ايه بعد المشروع ده؟ عايز تعملي ايه؟ عايزين تروحوا فين؟ انا شايفه ان هي الناس تاخد موضوع ان هي تبقى سهل بالنسبه لها، يعني ما تخافش من فكره ان هي تقول هي عندها صدمه نفسيه او كده، وان هي تحاول ان هي تحل الموضوع على اسرع وقت عشان ما يفضلش مكمل معاها لفترات طويله او كده. طيب وكمان عايزه اعرف منك بقى جنة، يعني نفسك تعملي ايه يعني بعد المشروع التخرج ده؟ احنا هنتخرج. نفسك تعملي ايه؟ رحله التعافي عدت في المشروع. يعني لسه اعمل ايه بعد ما اتخرج ولا في البروجكت نفسه؟ زي اختاري زي ما انت عايزه.
هو انا لسه بصراحه انا يعني التوبيك ده فعلا بحبه قوي وانترستد فيه قوي، فنفسي بصراحه ياخد اسبيكت او منظور اكبر، نفسي ينتشر اكتر في حياتي. ممكن ابقى مذيعه او عايزه افتح ماي اون بزنس مثلا. يبقى عندك بزنس. مين عايز يبقى مذيعه؟ كلنا كلكم عايزين تبقوا مذيعات. انتوا امارات وتستاهلوا تكونوا مذيعات حلوين جدا. وانا الحقيقه بشكركم قوي، سعيده بان انتوا عندكم، اولا بحييكم جدا على فكرة المشروع، لأن فكرة المشروع في حد ذاتها حلوة جديدة ومهمة ومن جوه المجتمع، وبتمنى لكم التوفيق. ومين عارف نشوفكم قريب هنا تنوروا تبقوا موجودين، أجيال بتسلم أجيال. بشكرك جدا تاني، أنا ما نسيتش الأسماء خلاص، رزان تامر بشكرك يا رزان، يارا أكثم بشكرك، وجنة جهاد بشكرك، ومريم خالد بشكرك، بشكركم. وبعدين بلغوني لما، أنا عايز أعرف هتاخدوا إيه، يعني امتياز جيد جدا، عايز أعرف بس هتاخدوا إيه في الـ في الـ في المشروع ده. وبنحيي كمان باقي زملائكم اللي في المشروع، 4 بنات تانيين والولد، فهم 9 طلاب الحقيقه بيحاولوا بيعافروا ان هم يعملوا حاجه كويسه. انا بشكركم قوي، بشكركم جزيلا. الفقره التاليه الحقيقه انا مهتمه بيها جدا، مهتمه لانه عنوان هيشد، يقول لك count like Egyptians، يعني احسب مثل المصريين او قدماء المصريين. تخيل بقى كتاب عن الحساب او طريقه الحساب اللي اتعلمناها في مدارسنا يثير الجدل حول اكتشاف طرق عبقريه ابتكرها المصريون القدماء للحسابات الرياضيه، والعالم النهارده بيسال ويقول واحنا ليه ما تعلمناش الطريقه بتاعه المصريين، واحنا ليه ما نذكرش الحساب ونعلم اولادنا بالطريقه بتاعه المصريين. هنا انا اقف واقول محدش بقى يرجع ويقول ان المصريين عندهم تعليم او علم قليل، تعالوا بالورقة والقلم على السبورة مع دكتور خالد غريب أستاذ المصريات كلية الأثار جامعة القاهرة، نستكمل الموضوع ده. Count like Egyptians بعد قليل في 9.